بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى معالي السيده جورجيا ميلوني رئيسه وزراء جمهوريه ايطاليا الصديقه بمناسبه ادائها اليمين الدستوريه رئيسه للوزراء وقد اعرب سموه في البرقيه عن خالص تهاني متمنيا سموه لمعاليها التوفيق والنجاح لمواصله تحقيق المزيد من النماء والتقدم لجمهوريه ايطاليا وشعبها الصديق.